وبفقرتنا التالية رح نحكي عن إنجازات جامعة دمشق اللي دائما هي إلى ترتيب رغم كل الظروف رغم كل الحصار اللي عم بصير، لكن دائما في براءات اختراع وفي خطوات متقدمة دائما تحرزها الجامعة السورية. صحيح يا فرح، وشفنا دائما في إصرار من الكادر التدريسي كان أو الطلاب لمحاربة الظروف وإثبات اليوم الهوية السورية من خلال الجامعات السورية. أكيد رح نحكي اليوم عن دخول جامعة دمشق تصنيف التايمز بنسخته الدولية التي تجاوزت الجامعة 20% في جزء التصنيف المرتبط ببراءة الاختراعات العالمية. إذا استفادت الجامعة في تجاوزها لهذه النسبة من براءة الاختراع المسندة لعدد من الباحثين، ويشار إلى أنها الجامعة السورية الوحيدة التي استطاعت أن تدخل التصنيف الدولي وتحتل مرتبة فيه. معنا الدكتور مروان الراعي مدير مكتب التصنيف في جامعة دمشق، أكيد رح نحكي عن هذا الموضوع بالتفصيل. يسعد صباحك يا دكتور. صباح الخير. فيك. صباح الخير دكتور، ومبروك هذا الإنجاز، نحن فخورين فيه أكيد. يعني بداية خلينا نحكي عن هذا الإنجاز، شو يعني التايمز؟ هلا بالبداية تصنيف التايمز هو عبارة عن تصنيف بيتبع صحيفة التايمز البريطانية المعروفة، إلى جزء مرتبط بالتعليم العالي. صحيفة التايمز بيدرس قضايا التعليم العالي للجامعات والمراكز البحثية حول العالم. فبناء على هذا الشيء بتصنف المراكز البحثية وفق تجاوز العدد من المعايير. طبعا في بقلبه هو 18 معيار تصنيف التايمز البريطاني. شو هن المميزات اللي حصلت عليها جامعة دمشق؟ هلا بالبداية نحن وقت نقول دخلنا على تصنيف التايمز، الشيء الرئيسي هو الاعتراف بشهادة جامعة دمشق بوزارات التعليم العالي حول العالم. الاعتراف بالشهادة هو دائما بيكون الغاية الرئيسية لكل جامعة. أنا طالما معترف بشهادتي بوزارة التعليم عالي معينة، معناته أنا الطالب ممكن يروح يكمل دراسته، الأستاذ ممكن يروح يدرس، ممكن يشرف على طلاب بجامعات تانية بدول تانية. بينما لو كان مو معترف بشهادتها وقتها ما رح يقدر الطالب يساوي كل هالقصص. فتصنيف التايمز دائما وزارات التعليم بتحطه أنه هو الشرط الرئيسي يكون لتبلش إجراءات الاعتراف. خلينا نحكي إنه أنت بدأت جامعة دمشق بدخول التصنيفات العالمية. هلأ نحن بالبداية كان في عندنا مكتب تصنيف جامعة دمشق تأسس بمنتصف العام 2023. قبله بلشنا ببعض الإجراءات بس ما كانت منظمة. لحتى تم إنشاء المكتب منتصف العام 2023. هلأ مثلا بنهاية العام 2023 نحن كنا موجودين بثلاث تصنيفات عالمية فقط، بينما بداية أو لحد بهاللحظة نحن موجودين ب 13 تصنيف. رقم كتير منيح. يعني دخلنا من وقت تأسيس مكتب التصنيف لحد اليوم 10 تصنيفات مختلفة. وأهمها تصنيف التايمز طبعا. طيب خلينا دكتور نحكي عن هذا التصنيف، شو هي المرتبة اللي احتلتها جامعة دمشق؟ وخلينا كمان نحكي عن المعايير، يعني وقت قررتوا أنتوا تدخلوا هذا التصنيف شو هي المعايير اللي استندتوا عليها؟ هلأ بالبداية المرتبة اللي احتلتها جامعة دمشق بهذا التصنيف هي بالمجال زائد 1501. نعم. هو المجال قبل الأخير. بس دائما هون فكرة المجال قبل الأخير بيجي عليها كتير انتقادات، إنه مثلا أنتوا فرحانين بحالكم بهالمرتبة أو أنتوا مبسوطين أنكم بالمجال قبل الأخير. بس الفكرة الرئيسية إنه هو تصنيف التايمز القواعد بيانات بعتوا له 47,000 جامعة على مستوى العالم. من أصل 47,000 جامعة تم اختيار 2092 جامعة فقط. هلا 2092 جامعة يعني نحن من ضمن أفضل 5% من الجامعات على مستوى العالم. 2092 من أصل 47,000. لو حسبناه بالرقم بيطلع ما بيتجاوز 5% من الجامعات، فنحن موجودين على الأقل ضمن هال 5% من الجامعات. صاحب المجال قبل الأخير واللي لازم نحن نشتغل عليه بعدين، بس على القليلة فتنا لهذا التصنيف لأول مرة. طبعا في له معايير كثيرة تحفيزية. هي القصة صارت أكيد هي تحفيز. هلا طالما دخلنا نحن هو المهم بالنسبة لنا إنه دخلنا للتصنيف حققنا شرط أو مو شرط، نحن في بقلبه 18 معيار كلها حققناها. صحيح في معايير اجت كثير منخفضه بس في معايير بالمقابل اجت كثير عاليه.
طيب اليوم كمان دكتور نسمع عن كثير من الطلاب السوريين يلي يمكن بيلجأوا للسفر ويكملوا دراستهم او حتى يدرسوا افرع ثانيه، نسمع عن تعديل الشهاده، اليوم لما بتدخل سوريا بجامعه السوريه بهذا التصنيف اليوم فينا نقول انه التغى تعديل الشهاده او شو هي الخطوات اللي ممكن يتعاملوا مع الجامعات الاخرى مع الجامعه السوريه؟ تمام، هلا اذا لنفرض راح طالب ليكمل دراسته بجامعه ثانيه او حتى ليدرس بجهه طابعه لجهه حكوميه بدوله ثانيه، اول شغله رح يقولوا له اياها انه انت بدك تعمل تعديل او تعادل لشهادتك. هلا تعديل او تعادل الشهاده هو عباره عن عده مراحل. بالبدايه وزاره التعليم العالي الخارجيه بتنظر للجامعه هل هي معترف فيها عندنا ولا لا. اذا معترف فيها نحن بنعطيك اجراءات التعديل، مجرد شغلات روتينيه، انت كطالب رح تقدم وراءك ونعطيك ورقه التعديل خلال فتره يمكن ما تتجاوز الشهر. بينما لو كان الجامعه مو معترف فيها ممكن تصل لست اشهر، سنه، سنتين حتى. فهون الفرق اللي صار. هلا اجراءات التعديل هي اجراءات موجوده نعم. كل الاحوال سواء معترف فيها جامعه او غير معترف. بين ما نقول شهر، بين ما نقول ست شهور او اوقات سنه، يعني هذا انجاز. ونقطه ثانيه غير انه ست شهور او سنه، انه انا بعرف احد الطلاب راح يكمل شهاده الماجستير عيدوا 12 مادة بالإجازة لأنه شهادته مو معترف فيها. بينما هلأ جامعة دمشق مثلا لنفرض راح على دولة معترف شهادته فيها مثل كندا، حصلنا نحن على الاعتمادية الكندية، راح لحتى يقدم وراء متابعة دراسته رح يقولوا له أنت شهادتك معترف فيها كإجازة مباشرة، ما رح نعيدك أي مادة. هلأ بينما لو كان مو معترف فيها بيقولوا أنه أنت نحن مو معترفين لك بشهادتك، فما لنا معترفين شلون رفعت موادك، شلون حصلت على شهادتك، فنحن رح نعيدك المواد اللي نحن بتلزمنا. يعني كأنه طالب راح من جديد. ايوه كأنه راح طالب من جديد. طيب دكتور ذكرت من خلال حديثك انه ايضا جامعه دمشق حصلت سابقا على بعض التصنيفات، ايضا نضوي عليها اكثر، وكل تصنيف شو اعطى او شو ميز الجامعه السوريه؟ هلا مثلا تصنيف الراوند او تصنيف الكيو اس. هلا تصنيف كيو اس العالمي، نحن جامعه كمان السوريه الوحيده الموجودين فيه، طلعنا من ضمن افضل 1250 جامعه على مستوى العالم بالنسخه الاخيره. طبعا كنا بالبدايه مهددين انه نطلع منه بالعام 2022 لانه نحن كنا عم نتراجع بصراحه. صح. يعني خلال فتره معينه من 2016 ل 2021 او خلينا نقول 2020 كان في تراجع كثير كبير باداء جامعه دمشق، فكانت يعني وصلنا للمجال الاخير وتقريبا السنه اللي بعدها كنا طالعين. عم كثير الناس تفاجئوا انه بال 2022 تقدمنا للافضل 1270 جامعه، ورد هلا بالنسخه اللي طلعت بالعام 2024 صرنا ضمن افضل 1250 جامعه على مستوى العالم بهذا التصنيف كيو اس. هلا تصنيف كيو اس مثله مثل تصنيف التايمز، وزاره التعليم العالي بتقول انه كمان هذا التصنيف بدنا اياه لاجراءات التعديل او التعادل. فهذا واحد من التصنيفات الهامة اللي نحن موجودين فيها أو تقدمنا فيها كمان. كمان في تصنيف الراوند دخلناه نحن وجامعة، أو دخلناه نحن لحالنا كمان تصنيف الراوند الكلي كجامعة سورية. في تصنيف الجرين، تصنيف الجرين هو بيهتم بإجراءات التنمية المستدامة بالجامعة مثل المساحة الخضراء أو شو بتقدم الجامعة للمجتمع، هل عندها مشافي جامعية بتستقبل مرضى المجتمع ولا لا، يعني من نواحي اللي لها علاقة بالتنمية المستدامة. هذا تصنيف الجرين خرجنا منه نحن سابقا بالعام 2018 ردينا دخلنا عليه نحن وجامعة سورية ثانية. طبعا الجامعتين دخلناهم عن طريق مكتب تصنيف جامعة دمشق. يعني نحن مو بس دخلنا حالنا فيه ردينا، دخلنا جامعة ثانية من جامعة دمشق أو عن طريق جامعة دمشق. وكمان في تصنيف الويب ومتريكس، هذا يمكن كلكم بتسمعوا فيه او مشهور اكثر شيء كونه كل الجامعات السوريه موجوده فيه. نحن صرنا ضمن افضل 3000 جامعه على مستوى العالم بهذا التصنيف، كمان هي اول مره بتصير بالجامعات السوريه من تاسيس هذا التصنيف. صارت مرتبتنا 2880 على مستوى العالم. نعم. طيب دكتور اليوم خلينا نرجع شوي لطلاب جامعة دمشق، وبنشوف اليوم كثير انجازات وكثير اختراعات كثير مهمة بجامعة دمشق بمختلف فروعها، خلينا نقول شو مصير هي الاختراعات؟ هل تدرس وتطور؟ شو إمكانية دعم حقيقي؟ هلا أكيد نحن عندنا في مكتب خاص ببراءات الاختراع بجامعة دمشق. نعم. بس المكتب هون نحن كتصنيف دائما عم نحاول نخليها تكون عالميه اكثر ما تكون محليه. هلا المشكله اللي عندنا المكتب هو دائما بتعاون مع مديريه التجاره الداخليه
او وزاره التجاره الداخليه. هلا نحن بالنسبه لنا هذا يعني دائما الطالب يمكن يكون عن جد اختراعه يلقى صدى عالمي كثير، بس وقت عم ياخذه بكبراءه اختراع محليه شوي عم يحد منه. يعني هو عم بفكر اخذت براءه اختراع، بس براءات الاختراع العالميه المحليه عفوا اخر شيء عالميا ما عم تصل. فنحن حاولنا ندعي هدول اللي عم يكون عندهم عن جد براءات اختراع من الـ من الـ من التوب، حاولنا نقول لهم انه فيكم تسجلوا براءات اختراعكم عالميا مو محليا. في ثلاث مواقع عالميه معروفه لبراءات الاختراع، هاي المواقع العالميه وقت بيتسجل فيها براءات كان في انجازات سوريه حديثه بهي المواقع اللي عم نحكي عنها ببراءات الاختراع. هلا اللي صار هي 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 مثل في عندنا معيار مثلا معايير التصنيف مرتبط ببراءات الاختراع وحصلنا فيه تجاوزنا ال 20%. هلا شو بيعني هذا هذا المعيار؟ مو انه نحن قدمنا براءة اختراع عالمية، هن براءات الاختراع العالمية على مستوى العالم سنويا ما بيتجاوزوا المية. هلا ما كان في انه براءات اختراع عالمية بهدول، بس كان في شغلة أحسن من انه يكون لنا حتى، انه براءات الاختراع العالمية هي اللي المية استشهدت أو اعتمدت على أبحاثنا بجامعة دمشق. اعتمدت بنسبة 20% منها. هلا وقت انا براءة اختراع عالمية معتمدة على بحث بجامعة دمشق، معناته جودة بحثي كثير عالية عم بتكون. تمام. يعني من اصل 100 براءة اختراع عالمية اجانا 20% من هالبراءات اعتمدت على ابحاث جامعة دمشق. هذا الشيء مو حتى في كثير ناس بالجامعة كانوا متفاجئين فيه. انه تجاوزنا 20% بهذا الجزء، بينما باجزاء ثانية نحن ما قدرنا نتقدم او معايير ثانية ما قدرنا نتقدم. طيب دكتور خلينا نركز على هذا التصنيف وعلى الفائدة اللي ممكن الطلاب بيحصلوا عليها بعد التصنيف، وخاصة الطلاب الجامعيين اللي عندهم رغبة بإكمال الدكتوراه خارجيا. هلأ هي الفكرة اللي عندنا اياها، انه انا دخلت على هذا التصنيف، هلأ نحن رح نتابع اجراءات التواصل مع وزارات التعليم العالي الخارجية. وقت انا بتابع اجراءات التواصل مع وزارات التعليم العالي الخارجية لح يكون في عنا اعتراف كامل بشهادة جامعة دمشق. يعني تخرج طالب من مرحلة الإجازة لح يقدر يكمل ماجستير، تخرج طالب ماجستير لح يقدر يكمل دكتوراه خارجيا بإجراءات كتير مبسطة، مو مثل الإجراءات اللي كانت سابقا موجودة. هلا حتى من ناحية العمل، هلا نحن يعني هون كمان ناحية إذا حدا بده يتابع العمل خارجيا، هلا كثير ناس نحن عنا عم يسافروا كطلاب جامعه دمشق خريجين، او انتم اكيد سمعانين فيهم عم بيقولوا ايه نحن لقينا مثلا لقينا وظيفه مباشره، بس مثلا بيكون طالب متخرج من هون حاصل على شهاده دكتوراه بنلاقيه ممكن عم يشتغل شغله مو متناسبه ابدا مع مجال تاني، مع مجال تعليمه او خارج مجال تعليمه كليا. هلا السبب الرئيسي انه شهادتنا مو معترف فيها كان. هلا نحن الحمد لله قدرنا نحصل نرجع لعدد من الدول العربيه بوزارات التعليم العربيه وحتى الخارجيه نتيجه تقدمنا. صارت معترف الشهاده السوريه. تمام. هلا مثل مثلا العراق، ما بعرف اذا سمعتوا فيها، العراق من سنتين تخرجت جميع الجامعات السوريه من اعترافها. السبب الرئيسي كان هو التصنيف. وضجت وقتها، يعني صار في ضجه عليها انه العراق ما عاد اعترف ولا بشهاده سوريه، هو مجموعه دول. الحمد لله هلا نحن من حوالي 4 أشهر رجعنا على وزاره التعليم العالي العراقيه، وكمان الكنديه حصلنا عليها لاول مره. اعتماديه الكنديه نحن بنحصل عليها لاول مره، مو رجعنا لها، نحن اصلا كانت مو معترف فيها بكندا، نحن اخذناها لاول مره. نتيجه تقدمنا بهالتصنيفات. كمان في عندنا الكويت، البحرين، سلطنه عمان، الاردن، هدول كل الدول رجعت ادرجتنا ضمن ادلتها، يعني مباشره شهاده جامعه دمشق صار معترف فيها بهي الدول. نعم. طيب كمان دكتور خلينا نحكي عن بعض يمكن الخريجين بسنوات قديمه، خلينا نقول هذول الاشخاص في حال كمان قرروا السفر معترفين، او خلينا نقول بس الشهادات الحديثه اللي بتتناسب مع تاريخ التصنيف. هو هي نقطه كثير مهمه بصراحه، لانه هي النقطه عم تعمل جدل. انه طب هذا وقت كانت الجامعه مو موجوده ضمن هالتصنيف، او مو موجوده ضمن الاعتماديه. هلا هون شو بيقولوا وزارات التعليم؟ اذا كانت الجامعه محققه السنوات تبع التصنيف، هلا في تصنيفات ترجع 5 سنين لورا مثل تصنيف التايمز. هلا تصنيف التايمز صحيح نحن هلا اخذناه، بس نحن 5 سنين لورا اي طالب متخرج خلال 5 سنين الماضيه رح يكون معترف بشهادته. بينما مثلا اذا رجعنا 2016 2018 هون المشكله رح تكون. هي الفترة عم بتكون كثير يرجعوا ياخذوا الجامعة. هلا هون اجراءات التعادل بصراحة رح تكون معتمدة كثير على المقابلة اللي رح يجروها معه. تمام.
طيب دكتور، خلينا نرجع لموضوع التصنيف والآلية المتبعة من قبل إدارة الجامعة لدخول هذا التصنيف. يعني كيف دخلتوا تسجيل على المنصة؟ أكيد هو أول شيء شغلتين. تفضل. الشغلة الأولى هي تحقيق الشروط، لأنه عنده كان 7 شروط. اللي هنون الشرط الرئيسي كان انه نحن بدنا نكون، هن الشروط مرتبطه ببعضها، يعني مو مثل تعدادات او هي، لا هو شروط مرتبطه ببعضها. بدنا نكون محققين 1500 بحث خارجي. نعم. هلا الحمد لله نحن حققنا 1700 بحث. هون تجاوزنا لهذا الشرط، وهو هذا الشرط الاصعب كان بالنسبه لنا، الاساسي. هو الاساسي وهو الاصعب، يعني هو اللي بيحطوه ببلشوا فيه دائما. هلا كان في شغل عليه خلال هالسنه ونص، بس الحمد لله حققناه. في عنا الشرط الثاني، كان الشرط انه هالابحاث ما تكون باختصاص واحد او اختصاصين، بدها تكون موزعه على كل اختصاصات الجامعه. يعني نحن عنا 54 كليه ومعهد تقريبا بجامعه دمشق، فما بيصير انه مثلا كليه او كليتين يشتغلوا ويساووا ابحاث خارجيه، وبالمقابل يكون في عنا كليات ما عندها اي ابحاث. هلا هون كان في هيك كثير جدل، وكثير يعني جدل خاصه معنا كمكتب تصنيف، انه دائما نجي بدنا عم نطلب من الكليات بدكم تعملوا ابحاث ولازم تعملوا ابحاث، وما في شهادات دكتوراه بدون ابحاث. بس نحن كثير مضطرين كنا عليها هي الناحيه. يعني مو معقول مثلا كل جامعات موجوده حوالينا بالدول اللي حوالينا عم بيكون عندها مثلا لنفرض اختصاص التربيه، جامعات لدول حوالينا عم بيكون عندها 500 بحث خارجي، بينما نحن كلية التربية جامعة دمشق ما عندنا ولا بحث خارجي. تمام. هي عملت لنا كثير مشكلة، وهالتقصير كمان بحق الجامعة السورية. خلينا نقول هو تقصير في حال عدم وجود هي الابحاث. اكيد. هلا التقصير صراحة عم بيكون من الكلية بحد ذاتها. تمام. يعني دائما عم بيصير نقاشات فيها، انه انتم معناتهم مقصرين مقابل كليات ثانية. طبعا. فهذا الشرط كمان قدرنا نحققه. هلا قدرنا نحققه بصراحة بصعوبة كبيرة، لأنه أحيانا وقت عم نتواصل مع الأشخاص بنقول لهم كنت تعملوا بحث خارجي، خاصة الأساتذة، مو الطلاب الدكتوراه. طلاب الدكتوراه عم بيكونوا مرنين أكثر من الأساتذة، وطلاب الماجستير مرنين أكثر من طلاب الدكتوراه والأساتذة. دائما وقت عم بيكون العمر أصغر عم بيكون مرن أكثر معنا بالتعامل، بس الأساتذة عم بيكونوا هن بيكون شغف أكثر. يعني تمام، عم بيكون عندهم شغف أكثر وتجاوب أكثر. طيب دكتور، خلينا نحكي عن نقطة مهمة اليوم، هذا التصنيف لإمتى؟ قد إيه معنا وقت فيه لحتى كمان نرجع نشتغل ونبقى بالتصنيف بالسنوات الجاية؟ أكيد هو هذا مدة سنوي؟ سنة. تمام. كل سنة. فنحن يفترض هلا حاليا نشتغل لحتى نرتفع بهذا التصنيف. مو إنه خليني اسالك، بدا العمل على هذا الموضوع؟ لانه يعني السنه مثل ما بنقول تمضى بسرعه، والابحاث بدها كثير شغل وكثير جهد اكيد. ففي خطه موضوعه لحتى نحن مو بس نبقى بالتصنيف، لحتى نحشر يمكن ارقام افضل من هيك؟ اكيد. هلا نحن بشكل رئيسي مو راضيين يعني بصراحه مرتبتنا بالتصنيف، انه بالمجال زائد 1501. تمام. نحن كجامعه دمشق مآمنين تماما انه موقعنا افضل من هيك. تمام. واكبر دليل انه في واحد من اجزاء التصنيف اخذنا فيه ضمن افضل 1000، اللي هو النظره الدوليه، يعني شلون الناس بيشوفونا خارجيا، هذا اخذنا فيه ضمن افضل 1000 جامعه مستوى العالم. فنحن كرمال هيك انه ما نضل بهذا المجال زائد 1501، لا بدنا نشتغل. هلا نحن على سبيل المثال رح نضطر نصعب اجراءات تسجيل والقبول بالدكتوراه والمناقشه تبع الدكتوراه. هلا نحن مضطرين نصعبينها. كيف بدنا نعادل دكتور اليوم بين هي الظروف اللي عم يعيش، وان كان طلاب وان كان الدكاتره، ان كان ظروف ماديه ان كان ظروف صعبه، لا يعني بتعيق شوي من هي الابحاث، وبين انه نحن بدنا نصعب لحتى نحن بالمجال الدولي نحجز مكان وتصنيف عالي؟ يعني هون شوي في كفات غير متوازنه. يعني هلا الفكره انه دائما يعني انه نجي نحط دائما قصه الازمه او نحط قصه الظروف او هي موجوده. هي أكيد واقع يعني. اكيد هي واقع وموجوده، بس تمام. بس نحن بالنسبه لنا يعني اذا جيت قارنت مثلا طالبين، اخذت طالب من هالكليه وطالب من هالكليه، طب ليش هذا عم بيقدر يساوي بحث مع العلم انه عم يتعذب اكثر، بينما احد الكليات مثلا الكليه فلانيه مثلا مع هذا طالبه بس بدي اخذ شهاده دكتوراه مشان اخذها وحطها، يعني بس حطها هيك منظر، او احد طلاب بده ياخذها بس يحطها منظر. فنحن يعني ما بدنا صعب الشروط مثلا نقول بدنا تعجيزيه، لا تمام. نحن عم نقول مثلا طالب دكتوراه بده على القليله يعمل بحث واحد خارجي، الاستاذ كمان يعمل واحد. يعني نحن مو بس على الطلاب بده يكون في تصعيب شروط، يعني افترض كمان
حتى الشغله مو بايدنا الشغله الثانيه. هلا كطلاب فينا نحن نصعب الشروط، نرفع الشروط كجامعه، بس كمان على الاساتذه يفترض وزاره التعليم العالي كمان تصعب شروط الترفيع الاستاذ. يعني ما تضل شروط ترفيع الاستاذ، نحن من عام 2006 لساتنا ماشيين عليها، وحتى قبل 2006 هي نفسها بس تجددت 2006 تجديد صغير ولهلا ماشيين عليها. هلا خارجيا بنشوف دائما كل سنتين ثلاثه في تجديد لشروط ترفيع الاساتذه. هلا مع هذا التطور وهالخطوات الجديده لازم كمان يكون في تجديد بهي القوانين وبهي المعايير، ان كانت من الاساتذه او الدكاتره او حتى الطلاب، يعني القبول فيهم، ما هيك؟ اكيد هو هي الفكره، نحن بدنا نعمل تجديد لاليات القبول، رفع سوية آليات القبول. هلا حتى كطالب، يعني إذا أنا جيت كطالب دكتوراه أو طالب ماجستير، لو 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 جيت مثلا عم نحكي عن 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 طالب دكتوراه أو طالب ماجستير، طب شلون أنا برضاها على حالي آخذ شهادتي شلون ما كان؟ يعني في بعض الكليات عم بتكون حصول على شهادة دكتوراه والماجستير فيها أسهل من الحصول على الإجازة. هلا هي مشكلة، هي مشكلة شكلت لنا مشكلة عن جد. يعني وقت بنطلع على شروط الدكتوراه والماجستير يفترض تكون اصعب بكثير من الاجازه. نحن احيانا طالب الاجازه عم يضطر يدرس ويشقى لياخذ شهادته، بينما بنلاقي طالب ماجستير بكل سهوله اخذ شهادته. هلا دائما مثلا الاستاذ بيقول حرام هذا عم يشتغل، حرام هذا عنده، هي عنده اولاد. طب هدول يعني يعني هدول القصص نحن غير معترف فيها دوليا، اكيد غير معترف فيها. يعني يعني في كثير ناس بنعرفهم بالمقابل عندهم اولاد وناس عم يشتغلوا يمكن اكثر من هذاك اللي عم يحكي عنه، بس قادرين تماما وبالعكس عم ينجزوا اكثر. طيب دكتور، هيك بالنهايه في شيء نقطه حابب حضرتك تضوي عليها؟ هلا بدي بس نقطه اخيره بس نضوي عليها، انه نحن جامعه دمشق بقيلها بس تصنيفين مو موجوده فيهم عالميا. نحن تصنيفين وبس، متى ما فتناهم فتنا جميع التصنيفات العالميه على مستوى العالم. هلا شروطهم كثير صعبه بس مرتبطة بهي القصص، بس ما لها مستحيلة، أكيد ما لها مستحيلة. فنحن مثلاً عندنا 1000 طالب دكتوراه وعندنا 1470 دكتور. طب لو من كل واحد من هذول عمل بس بحث خارجي صار عندنا 2700 بحث خارجي. فنحن هي النقطة اللي هيك حبينا نضوي عليها، إنه إن شاء الله أكيد بدنا نوجه تحية لكل الدكاترة بجامعة دمشق ولكل الطلاب يلي مصرين أكيد إنه يعملوا أبحاث ويكونوا متميزين وأكيد يحجزوا مكان برغم هي الصعوبات يلي أكيد ما بننكرها. الدولة السورية لما بيطلع منها يمكن هي الطلاب المتميزين، مو مثل أي دولة تانية مأمن لكل شيء ورفاهية وكل شيء مقدم مثل ما بنقول، لكن بنطمح دائما للأفضل ونحن أكيد بنقدر نعمل أفضل. شكرا كثير لك دكتور. العفو. شكرا دكتور لحضورك اليوم ومبروك هذا الإنجاز، احنا فخورين وبانتظار إنجازات أخرى. الله يبارك فيك يا رب.